لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تقوم الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه على مدار 18 عاما بإقامة أكبر المشاريع القرآنية في دولة الكويت، وهي مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم لحفظ القرآن الكريم وتجويده بالشكل اللائق والمشرف والمعهود عنها، والتي تقام تحت الرعاية الكريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظه الله ورعاه، تشجيعا من سموه لكل المبادرات والنشاطات التي من شأنها أن تعلي كلمة الإسلام وتحرص على المحافظة على أصول الدين الحنيف. احنا بالنسبة لنا عدد الجهات المشاركة لحد الآن في هذه المسابقة 32 جهة من جمعية نفع عام، وكذلك أيضا جهات رسمية وأهلية هم اللي شاركوا معنا، كذلك أيضا هم جمعيات التعاونية ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.